السلام عليكم ورحمة الله. أنا عندي الأوتوماتيك خربان. أول شيء نسكر محبس الماي. الحين فتحنا الأنيون، شلنا حماية المطر. نغير دائما نفس الموديل. الاوتوماتيك في نوعين، في نوع يجيك هالطريقه على شكل البو او كوع، فهذا دايركت. فانت لما عندك دايركت لازم تشتري نفسه دايركت على اساس انه يعني تغير التمديد. لا، نفس النوعيه. شو النوعيه اللي عندك تغيره؟ النوع الثاني هذا هو هالطريقه، يعني على شكل حرف ال. شوفوا يا جماعه الخير، دائما لما بنغير ناخذ نفس التمديد، ما ناخذ اللي فيه البوه مثلا. بعدين لازم تغير التمديدات كامل، فقبل ما تشترون تصورونه. يعني هذا الحين ما بيتعبني بدون ما اغير اي تمديدات في البيبات. نبدا بسم الله. دائما نحاول نزيد التيب هنا، نخلي تيب زيادة، فدائما نركز على التيب هنا في النهاية أساس إنه لما يعني نشد عليه يحشر. واجهة ثانية. هالطريقة. بسم الله. طبعا مثل ما تعرفون هذا عازل عن الحرارة أساس إن الماء ما يحر. الحين قبل ما نركبه نتأكد من الماي. الحين بنبدأ بتوصيل الكهرباء. أول بنوصل الوصلة الداخلية بين الأوتوماتيك وديننا. بديت اوصل هذا لان هذا يعني امان سيفتي، لان بعد تيار الكهرباء ما وصل، لان هذا تيار الكهرباء اول موصل هنا وبعدين اخر شيء الكهرباء. هذا اللي فيه لونين اخضر اصفر ارضي مثل ما قلنا. يعني الحين اي واير نوصله قبل عقب ما فيه مشكلة، يعني ما فيه اولوية طالما في امان. هذا شالب، هذا الازرق طبعا موجب. الحين عندنا توصيل تيار الكهربائي، طبعا هذا الارضي. يعني انا دائما احاول اني ابطل التيب، انه ما قص الواير اساس ان الواير يعني احيانا ينقص عليك الواير مشكلة. هذا الحين السالب، يمكن واحد يقول ليش يعني واير الكهرباء ليش ما يكون احمر. طبعا هذا لين الثاني، هذا يعني عندنا كهرباء يعني ثلاث مسارات او ثلاثة لينات، الاحمر والازرق والاصفر، فهني هذا المكان لين الازرق.
فدائما نسمع تري فيز هذا هو، يعني هذا من الفيز الثاني. الحين هذا الموجب الازرق الحين بفتح الماي. هذا الاوتوماتيك صناعة هندية 70 درهم، ضمان 6 شهور. الحين بفتح الحمد لله اشتغلت الدينامي او المضخة. وشكرا.